السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين قناة فري فاير على اليوتيوب. ودي أول مرة بتشوف الفيديو بتاعنا، ما تنساش على زر الإشتراك وتفعل الجرس. لو في أي استفسار أو أي تعليق علق في صندوق التعليقات ونحط تعليق في أقرب وقت. حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن عودة قناة سوريا سبورت. قناة سوريا سبورت اللي ما يعرفهاش إنها بتذيع جميع الدوريات بالتعليق العربي على قمر 11 غرب. القمر ده قريب جدا من نايسات، تقدر تستقبله على نفس الطبق. كل اللي عليك انك بتحتاج تجيب عدسه ثانيه وتلزقها في عدسه النايل سات من ناحيه الشمال وانت واقف ورا الطبق، وتظبط تردد قناه سوريا سبورت او اقوى تردد لاستقبال القمر اكسبريس اللي هو 11 غرب علشان تقدر تستقبل من خلاله قناه سوريا سبورت. التردد او اقوى تردد لاستقبال القمر هو تردد 3.48، معدل الترميز 3000 القطبيه عموديه. بعد ما توصل اشاره كويسه على التردد ده لازم توصل بالاشاره ل 70% او 80%، بعد كده تبدا تدخل قناه او تردد قناه سوريا سبورت وهو 10 9 8 3 القطبيه عمودي، معدل الترميز 12 110. طبعا دلوقتي هيظهر قدامكم نطاق تغطيه قمر اكسبريس 11 غرب في مصر. التغطيه دي او الصوره اللي هتشوفوها قدامكم دلوقتي هي عباره عن 5 مستويات، كل ما درجه اللون تكون غامقه كل ما يكون تغطيه القمر ده في المكان ده كويسه جدا، وتقدر تستقبل القمر ده على طبق 70 سنتي، يعني الدرجه الاولى والثانيه تقدر تستقبل الطبق ده مع النايت سات على طبق 70 سنتي، كل ما الدرجه او توصل للمستوى الثالث او الرابع في نطاق التغطيه تعرف ان التغطيه بتقل على القمر ده، وبالتالي محتاج انك تكبر الطبق او تخلي الطبق او تخلي العدسه او قمر الاكسبريس سنتر وتخلي النايل سات عادي. كل اللي عليك زي ما قلت لك انك تطلع كده زي ما انت بالتلفزيون والريسيفر بتاعك، وتبدا تحاول مع نفسك تظبط قمر 11 غرب علشان تستقبل قناه سوريا سبورت اللي بتذيع بالتعليق العربي، وده البديل القوي جدا بعد غلق قنوات بي او كيو. افضل قناه بتذيع بالتعليق العربي، وخصوصا رجعت بشكل جديد وصوره جديده وحسنوا جوده البث بتاعتهم، واللوجو بتاع القناه اتغير وكل حاجه اتغيرت في القناه، وبدات تنزل جداول لمواعيد المباريات عليها على القناه نفسها والموقع الخاص بالقناه. القناه طبعا ليها شفره خاصه بيها، شفره بيز، شفره مؤقته، مفيش ريسيفر دلوقتي ما بيفكش الشفره دي سواء اتش دي او اس دي. تقدر تخش تحت في الديسكريبشن هحط لك مقاله فيها الشفره وفيها ازاي تدخل الشفره على اغلب اجهزه الريسيفر. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقه النهارده، بتمنى انها تكون حلقه مفيده ليكم. اشوفكم في حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.